فعلها الأشخاص اللي هن فعلا عايشين على كيفهم. لما أصبحت روح التسلية والمرح مفقودة بمعظم الحفلات والأعراس، أسس إلي علقيقة سنة 2004 أول بريد لأحياء هالحفلات، وبسبب كثرة الطلب على هيك نوع من الشوز زاد الإنتاج ليدوم عدد كبير من الموسيقيين المحترفين. هن كانوا ضيوفنا برابع حلقة من البرنامج، وبعد 7 أشهر رجعين بعرض مميز من قلب المي. لنعرف تفاصيل عن هالشو منستقبل إلي علقيقة. ما شاء الله عليكم، دايما فيستا فيستا من بداية البرنامج. كنتوا معنا كمان برابع حلقة من الآخر، خبرنا عن أول ظهور معنا من الآخر، كيف كانت ردود الفعل؟ كانت كتير قوية، كتير كتير. يعني أنا أول شيء ما توقعت يكون البرنامج محضور، لأنه كانوا بينعرض شوي مأخر بالليل، بس في نسبة مشاهدين غريبة عجيبة عندكم يعني، والبروغرام والبروغرام كتير خفيف ومهضوم. شكرا يعني والمقدم خفيف كمان ماشي حاله شباب اقوى لانه هن بيعلقوا اكثر. شكرا لي لوجودك معنا ليلي. شكرا اللي عم نشوف دائما شو جديد. بدنا نوجه تحيه كثير كبيره لكل الشباب الموجودين كمان معنا. شو رح نشوف اليوم؟ قالوا لي رح تعمل لنا شو بقلب المي. صح، هي الاندر جراوند فيستا. هذا الشو لها الاندر جراوند فيستا، بيشكوا بالمي. نعم، وبيلعبوا ميوزك بالمي. وكيف بيطلع الصوت من فوق المي؟ هن ما راح يكونوا تحت المي يعني. اوكي، بس ما بيعبي المي بالالات الموسيقيه؟ لا لا، انه اذا عبى من كبه يعني، بس انه صايرين بينتبهوا عليهم شوي شوي. اليوم عم نشوف كثير بالاعراس عم بيتطور، عم بيصير في كثير فرق مثلكم، تنكون صريحين. هل هي الترند الجديده يعني اليوم انه تعمل باريد بقلب عرس؟ ما بقى في الزفه التقليديه، ما بقى في دي جي، هيدي هي الترند؟ هي الترند 100% مشيت يعني. نعم، وقدرنا نحط التراس تبع البريد بالسوق كله، بس الزعل على الكوبي بيست. يعني في كل العالم تعمل بريدز، بس ما يقلدونا نفس الشيء يعني، يغيروا الاغاني، يغيروا الكوستيم، يعملوا فكره جديده، عرفت يعني؟ نحن بنضل نشتغل ونكسر راسنا ليل نهار لنخترع. نحن شاطرين بالتقليد، انه ليه بدك تمنع هالشغله؟ نحن شاطرين بالتقليد بلبنان، وشاطرين بالسرقه، وشاطرين بال 100 شغله شاطرين. هي يسموها شطاره. صح، شطاره شطاره. هي المشكله انه عم بتصير شطاره الخبريه. من الاخر، غير البريد، غير الفرقه الموسيقيه اللي عندك اياها، وغير الشو بالمي، اليوم شو بعد عندك شيء توعدنا فيه؟ لا، انا بقعد انه هلا رح ننزل 2 كونسبتس جداد كمان، ابعد شوي عن البريد، بس اكيد بلا ما نزيح عن الطريقه اللي مشينا فيها، اللي هي المارشينج باندز والبريدز والستريت شوز والتراش والطبلاتيريانز، ورح تسمعوا بكثير قصص. لينا خوري، من الاخر رايك بالشو يلي شفناه اوريدي نحن بالريهرسل، بس رح نرجع نشوفه هلا. انا كثير حبيت شغلهم، وكثير بشجع كل موسيقى عم يشتغل شيء جديد وعم عم عم بيعمل موسيقى. هلي متر في 7000 من يدعي انه فنان لبناني او انه باند واخبار قصص الدنيا، يلي هن بيسوا لعنه يجوا يتفرجوا ويشوفوا كيف بيكون الفن. كثير حلو، و يا ريت بس بيعرفنا على اسامي الشباب لانه بيستحقوا كمان. لانه ايه اكيد عندك سيبا، توني، واسيليا، انطوني، سامر، عبد الله، ايميليو، الي، مارك، رامي. تحية كثير كبيرة لكل الشباب. ومن الاخر، من الاخر، شو وضع السكسوكة؟ عم تحلف فيها؟ وسيليا ليه مخبيينها ورا هالأمورة اللي عندنا مرض؟ يعني ما بفهم أنا. حلو. شفت إجا مين يدافع عنك؟ تمام. رولا كادي. أنا كل شيء بيعمله الي اكيد شاتي مشروعها فيه، بس انا بدي اقول له شغله، مبروك صرت بابا. صح، مزبوط. مبروك لي. من انت؟ من دجوة. من الشهر الماضي. صبي ولا بنت؟ بنت. شو سميتها؟ انسي. انسي. يس. نعم، نوجه لها بوسه كثير كبيره لانسي.
اذا بتحضرنا بعد 5 سنين سجلها. لا انا بعتها لامك. لا انت بعتها لامك. كل الشباب اللي معك شو بدي ابعت لامك صغير طويل للاخر. برابع حلقه قلت انه لا مجبور اقول ايه هالمره. مش مجبور. ليه مجبور ولا انا اقتنع؟ مجبور جبرني بيير قال لا اقتنع بليز اقتنع. يعني شكرا كثير لوجودك معنا الليله وشكرا لكل الشباب كانوا معنا حضروا حالهم على البول تيبلشوا الشو يلي عملته. نحن رح ننهي حلقتنا بالشو طبعا اندر جراوند فيستا وبدايه حلقه